ويسر لنا ولكم هذه المهمة لما فيه الخير. شكرا للقطاع الطبي العربي والدولي في غزة على تسهيل المهمات ووضعنا في صورة ما يحتاجون هناك. المشهد الذي بدأنا فيه من الصحة النفسية بالحيص مثلا جبنا بطريق الضريات، لكن سببه إحساسنا ضد كان لي الشرف عام مع منظمة الصحة العالمية والقطاعات الوطنية المعنية.